الو. الو. ايوه. ازي حضرتك استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله. اتعرف بيكي؟ مش لازم الاسم. مش لازم الاسم. طب كام سنه؟ 22. 22 سنه. مرتبطه؟ ايوه. ارتباط عاطفي ولا خطوبه ولا؟ ارتباط عاطفي. طيب احكي لي، انا تحت امرك. بص يا استاذ اسامه، انا المفروض ان انا مرتبطه بيه بقالي 3 سنين، تمام؟ والمفروض ان كان في علاقه في حياته قبل كده بقالها سنتين ولا حاجه، هي واحده عرفته ومتجوزه، والمفروض ان هما بعدوا عن بعض. فانا جه الفتره اللي فاتت كان متغير معايا جدا، طريقته متغيره خالص، فانا ما كنتش عارفه السبب. هي بتسافر بره وبترجع لبلد عنده، فاول ما انا ما عرفت ان هي رجعت عنده، فانا اكتشفت ان هي رجعت عنده وهو مخبي عليا وكده. حاولت ان انا افتح الفيس بتاعه، الفيس بتاعه فتحته، وبعد ما فتحت الفيس لقيت ان هما بينهم شات وبينهم كلام وكده. الكلام شكله ايه؟ ايه؟ كلام شكله ايه اللي بينهم؟ كلام مش كويس. ما هي واحدة متجوزة. يعني كلام مثلا فيه تنويهات وتلميحات جنسية ولا بحبك وبحبك وخلافه؟ كله. كله. والمفروض ان هي بتبعد وتختفي، هي مش كويسة. هي طبعا ان هي بتحاول ان هي تضغط عليك وكده. لان هي كلمتني قبل كده وحاولت ان هي تبعدني عنه. فانا ما عرفتش اعمل ايه، فاستنيت ان انا واجهته. اول ما واجهته المفروض ان انا خلاص واجهته وكنت هبعد عنه، بس هو قال لي ان هو ندمان وهو هيبعد عنها وان هو مش هيكلمها تاني وهينهي كل حاجة. فانا بحبه جدا ومش قادرة ابعد عنه، وانا المفروض ان انا مصدقة ان هو هيبعد عنه، ان هو مش هيكمل معاها، ان هي واحدة متجوزة اصلا. المفروض ان هو عايزني، وان هو اصلا مكلم امي ومكلم اهلي والدنيا كلها، ويعتبر عارفين الموضوع، بس مستني، كان في الجيش ولسه مخلص. فانا مستنية ان هو يبعد عنها وينهي كل حاجة. فانا مش عارفة اعمل ايه، هل انا اكمل معاه واستنى، ولا ما اكلموش وابعد، ولا اعمل ايه؟ العربية فيها كم فردة كاوتش؟ 4. دول اللي بيمشوا على العربية بتمشي بيهم. ينفع انت تبقي الاستبن بقى اللي مرمي في الشنطه، مستنيه لما فرده تفسي يقوم واخدك وحطك مطرحها؟ لا خلاص، ده اللي انت عاملاه في نفسك دلوقتي. انت الاستبن اللي منتظره انه يبعد عنها، وانه يبطل شقاوه، وانه يبطل يقول كلام مش لذيذ، وانه وانه وانه. يبقى ما ينفعش تبقي الاستبن ببساطه مطلقه. يا تبقي انت دركسيون العربيه، مش هقول لك حتى بقى فرد الكاوتش، اللي هو ما يقدرش يتنازل عنه اساسا، لان العربيه من غيره ما تمشيش، يا اما بلاش. بص يا بنت الناس، البني ادم يعيش في حياته الف صحيح، واحد صحيح، يا يبقى كسر من 10 او من 100 او من 1000، وده في اختيارك انتي. يا تبقي واحد صحيح ليكي كيان وليكي شخصيه وليكي اهتمام والناس بتهتم بيكي وبتقدرك وبتحبك وليكي قيمة، يا تبقي كسر بعد العلامة العشرية. ما ينفعش تبقي كسر بعد العلامة العشرية.